فسلام سلام على كل مستبصر ترك هؤلاء وركب سفينة النجاة. ونقول للزهراء عليها السلام: سيدتي ومولاتي، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء، أي والله هذه بضاعتنا يا زهراء. أقول لسيدتي الزهراء عليها السلام: سيدتي، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء. أقول سيدتي الزهراء عليها السلام: هذه بضاعتنا يا زهراء. هذا هو نتاج هذه القناة وما تقدمه هذا القناة، وما لم يعلن يشهد الله ويعلم الله أكثر. أما قولك للسني اللي يشيع وهذه بضاعتنا، أقول قول الله عز وجل على إخوة يوسف، أكمل الآية: هذا رد السيدة فاطمة عليك، ستقول لها هذه بضاعتنا ردت إلينا، ستترد عليكم إن شاء الله يا حاج وعد. وأكمل الآية. أنا ما افتهمت، لا عيد نعم، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذا سيكون قولك للسيدة فاطمة. أنت أخذت الجزء الأول وقلت هذه بضاعتنا، ولكن سبحان الله لو أكملت لعلمت أن باقي الكلمة ستقول لها يوم تلقاها هذه بضاعتنا ردت إلينا. شنو يعني؟ سترد هذه البضاعة عليك إن شاء الله. لا لا أنا ما افتهمت، رجل ترك حتى فهمت، والله ما فهمت. لحظة لا تقاطع، أنا مو سكتت. لحظة أنت بتقولي فهمني. لا خلاص لك وفهمني زين. أنت تقول إنه هذه بضاعتنا ردت إلينا، شنو يعني بضاعتنا ردت إلينا؟ يعني الرجل ترك يعني السنة وصار شيعي، شنو بضاعتنا ردت إلينا؟ يعني هو يرتاد ولا وين؟ وصل لك المعلومة. هذه البضاعة يا حج وعد الذي ستلقى بها السيدة فاطمة سترد عليك وتقول لك إنك أتيت ببضاعة فاسدة، لأنك غيرت المذهب الحقيقي، مذهب آل السنة والجماعة. فإذا ذهبت إليها وقلت لها هذا، سترد عليك هذا القول وتقول لك أكمل، فهذه البضاعة مردودة عليك إن شاء الله تكون فهمت بإذن الله. يعني الله المستعان. يعني إحنا الآن قصدك أنه اللي يستبصر فمعناه نقدم للزهراء عليه السلام بضاعة فاسدة، هي إياك قصدك. نعم. طيب الأخ حسام يقول إنه لزهراء عليه السلام، يعني أنتم تقدمون بضاعة فاسدة لزهراء عليه السلام. أنا فقط أقول للأخ حسام، فإحنا راح نبقى يا أخ حسام نتمسك بالزهراء عليه السلام وما نترك الزهراء، وهي تدري سلام الله عليها من الذي يعمل قربة إلى الله تبارك وتعالى وببركتهم سلام الله عليهم. تفضلي غدير، رتي الميكروفون تكلمي. حجي ربي إن شاء الله ينصرك. أنا أقول فقط أن نرد على الأخ هذا اللي يقول بضاعتكم ردت عليكم. أنا أقول له الحمد لله لما نقابل الله تبارك وتعالى نقول له: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وعلمنا ربنا أنك ترضى صحيحة. أن الله تبارك أي أنا قلت لا تخصي أقرأ لحظة من تكمل خليك تقرأ لحظة إيه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على فكرة يا أبو عائشة، أنا كنت سنية ونقرأ القرآن كما أنت تقرأ القرآن الحمد لله. وأيضا أقول لله تبارك وتعالى أبو عبد الملك أخذنا غدير، علمنا أنك ترضى لرضا فاطمة عليها السلام وتغضب نزل من ذاك الحساب خلاص عليك علي الدور. نتبع فاطمة الزهراء ونترضى عن الذي ترضين عنه، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى عن من غضبتي عنه. هذه مداخلتي أخويا وبارك الله. المستبصرين بضاعة فاسدة،
أنا المستبصر أبو فاطمة، كل عز وفخر وشموخ وإيمان وثقة بالله وثقة بالنفس على أنني من هذه البضاعة، من هذه البضاعة. أنا المستبصر أبو فاطمة، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أخرجني من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والطعن بالله والطعن برسول الله صلى الله عليه وآله إلى نور محمد وآل محمد. أخرجني من التوحيد الباطل والنبوة الباطلة إلى التوحيد الحق، توحيد محمد وآل محمد، إلى نور النبي المعصوم، إلى نور النبي المبرأ من كل عيب وشين. ربي أحمدك وأشكرك على أنك أخرجتني من هذا الدين الباطل، دين الظلم الفسقة الفجرة، دين السقيف اللعيني، دين من ترك الرسول صلى الله عليه وآله مسجى ولم يدفنوه ولم يشاركوا في دفنه والصلاة عليه، وهرولوا إلى الدنيا والسلطة. تركت هذا الدين، دين من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وآذى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تركت دين الشاب الأمرد والنبي المسحور، دين من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. دين من هدد الزهراء عليها السلام، وقف على باب الزهراء وهددها وقال لها يا فاطمة إن أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحب الناس إلينا وأنت أحب الناس إلينا من بعده، ولكن هذا ليس بمانعي أن أحرقن عليك البيت أنت ومن معك مع الحسن والحسين صلوات ربي وسلامه عليهم. الحمد لله، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، نعمة الولاية، ولاية الإمام علي عليه السلام. والله أحمد الله أكثر من ألف مرة باليوم على أنني من هذه البضاعة. الحمد لله وشكرا. أشكرك الله. أشكرك. الله يبارك. شوف يا حسام، أنت أتيت وقلت سترد هذه البضاعة عليكم، في ما أعرف بأي آية أنت تستشهد. نحن أنت تظن أن الآية التي أخذ منها هذا المفهوم لما يقول الحاج وعد هذه بضاعتنا هي آية الذم. أنا الآن أمام الأخوة، شوف أخوان الأعزاء، طبعاً هذا هو القدر عقول الوهابية وفهمهم، يأتي يقول إن هذه البضاعة سترد إليك. نحن نقول هذا هو حاج وعد يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، أو هذه بضاعتنا يا زهرة، الآية تقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذه ليست آية الذم. هذه كانوا فرحين وكانوا يريدون أن يطيبوا خاطر أبيهم، إنه هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، ونحن جاي نحفظ أبناء السنة من هذا المعتقد الفاسد يا حسام. المعتقد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشك حتى بربه، يقول نحن أولى من يوسف بالشك، نحن أولى. أي نبي يشك بربه؟ أي نبي يقول فيه ووجدك ضالا فهدى فيقول الطبري 40 عن السد، 40 سنة يا حج وعد، 40 سنة على دينه على أمر قومه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. 40 سنة رسول الله على أمر قومه. هذا الذي نحفظ منه أبناء السنة اليوم، هذول أهل السنة كلهم ما شاء الله. أعوذ بالله من أفكار أبو عبد الملك هذه، أعوذ بالله، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حج وعد عندهم مو بس 40 سنة على الضلال، أتاه حبر، وهي أختم فيها، أتاه حبر من الأحبار قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قالوا ماذا؟ قال نعم، إذا حلفتم تحلفون بالكعبة. قال ألا إنه قد قال. هذا وين؟ بالمدينة بنهاية الرسالة، يأتي يعلمه يقول له أنتم تجعلون لله ندا وأنتم تشركون بالله. فيعني يأتي حبر يهودي يعلم نبي المسلمين السنة والوهابية التوحيد بعد 20 سنة من الرسالة. هذا هو النبي اللي احنا نرفضه، واهل السنة الشرفاء يرفضونه ويريدون ان يرجعوا الى ما اوصاهم الله ورسوله فيه، وهو التمسك بكتاب الله وعترة نبيه حتى ينجو، حتى ما يصير ربهم نخلة مثل ما يقول ابن تيمية. يا رجل يا رجل، لا تكذب. والله ابن تيمية، والله ابن تيمية مجموع الفتاوى يقول احمد بن حنبل يقول ربهم نخلة.
مركب مثل النخلة. احترم شيخنا أبو عبد الملك، احترم أبو عبد الملك، احترم الناس. هذا أبو عبد الملك، أبو عبد الملك هذا أمامي، أمامي ابن تيمية يقول، يقول يقول أحمد بن حنبل معبودكم مثل النخلة، يقول مركب. أبو عبد الملك احترم الناس. ماذا قلنا؟ يلا إيه ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ حتى نحن نفتح موضوع إن شاء الله. نقل الكفر ليس بكافر، نقل الكفر. أنتم اللي تسألون عليك؟ أنت احترم الكفر. ممكن تعطيني نصف دقيقة أرد عليك؟ نصف دقيقة. الله المستعان. تفضل حسام، حسام. ممكن نصف دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. بس لحظة أبو عبد الملك، بس لحظة يا شيخنا الظالم. تفضل. أنا أجيبك يا أبو يوسف على طول عشان أنتقل إلى الشيخ علي. لما تقول في قول الله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا وتقول نبح، أنا ما أدري من وين جبت يا أخي. اقرأ الآية لعلك لم تستدل يا أبو يوسف. وهذا والله قرأناها وكل علماء يقولون ما في هذا. يا عمي ليه المقاطعة؟ أنا سبتك لما خلصت، اسمع مني. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه. متح، الله أعلم أنت جبتها منين. يعني ماذا نريد بعد هذه بضاعتنا ردت؟ شنو ما نبغي هذه؟ ومقاطعة الشيخ دائما ما يتحمل، ما يتحمل القرآن، ما يصير، لا تكتر القرآن. يا عمي اصبر على نفسك، انت خدت وقتك. لا تبتر الآية، ما نبغي هذه، ما في آية اسمها ما نبغي هذه. لما تيجي تقول مدح يا حبيبي، اقرأ الآية كاملة. لا والله ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما نبغي هذه ونمير أهلها. ايوه ما نبغي، ما نبغي، ما نريد هذه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا لا طلع التفسير الآن امام الناس. والله يا حسام ما تعرف التفسير. نوصل معك والله ما تعرف التفسير. ونمير أهلنا، لماذا قال اليوم؟ شوف اطلع في الأول كده. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. أستاذ ما فيها مبح. إيش يعني؟ اسمع، لا تقاطع. ائتني من قول عالم أو ائتني من قول علمائك أنه قال إن هذه مبح. لو أتيت إلي من قول سنة أو شيعة أنها مبح، أتشيع الآن أيضا أمام الجميع. أنت هذا تتكلم. هذا أمامك الطبري. افتح الطبري وقرأ التفسير. اسمع اعطيني كلمه مدح. اسمع كلام واضح. اعطيني يا ابو يوسف، لحظه. ابو يوسف كلام واضح. اعطيني من قال في التفاسير ان هدوء. واعطنا من قال انها ذم. من قال انها ذم؟ احسنت. يبقى اذا ما عندك دليل يا ابو يوسف. عندي انا قادك التفسير من الطبري. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما تعرف. شوف إهدأ. انا عشان ما اقصر بس الشيخ علي ارد عليه الاول وارجع لك. لحظه يا بوسه بس عشان ما اقصر الشيخ علي. اذا نعتذر انت على كذبك على الناس وقلت طيب. ان هذا انا على كذبي هنبين للناس حتى نذهب للاول. هذا الطبري امامك يقول هذه بضاعتنا ردت الينا ما نبغي، اي نحفظ اخانا ونمير اهلنا. طيب ابشر يا ابو يوسف، ابشر ونشوف من الكاذب يا ابو يوسف. والله كذبت على الناس اول مره قلت هذه الايه. بالدليل سنعطي الدليل ونبين للجميع. من حتى بعد يوم القيامه لن تاتي بدليل. اقسم بالله. شوف يا حسام، امام الاف الاشخاص الان ما يسمعون الينا بالقران. خذ يا يوسف وقتك وبعد ما تخلص قول يا يوسف. اسكت اسمع، هذا التحدي لك. اقسم بالله العلي العظيم، امام الف شخص في هذا البث، أعطيك إلى ما بعد يوم القيامة بتريليون عام من أعوام يوم القيامة. إذا أتيت أن هذه الآية مثل ما أنت شرحتها أول مرة وأنها هذه ذم وسترد عليكم، أتحداك الآن أمامك، وهذا التفسير أمامك، تفسير كل علمائك. إذا يقولون أن هذه الآية هذه بضاعتنا ردت إلينا أنها مذمة، أنا الآن أمام الذي تريده أمام الناس نفعله لك. ما تستطيع.
فكذبت على الناس وتريد أن تذم، وأنت سمعت المستبصرين كلهم مرتدون وأنت الوحيد الضال في هذا الهدف. أنت الوحيد الضال اللي ربك نخلة ونبيك مسحور. أنت الوحيد اللي فيهم سترد. خذ القول، خذ القول أرده عليك وعلى من قال أنه مستبصر، كما قال الله عز وجل إلى نبيه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أنت سعادتك ضل سعيك وأنت مفكر أن أنت بتحسن الصنع. لا خرجت من الآية اللي ألزمك بها. لا ما خرجت، لا خرجت، ما خرجت. هو يقول لي على شيء. يا حسام ليش رحت؟ بس لحظة بعد إذنك. ليش ذهبت؟ هي إيش؟ لا لا خل خدمك بس. لا إحنا نقاشنا أنت والأخ أبو يوسف في هذه بضاعتنا، صح ولا لا؟ شوف أخونا أبو، أنت تقول له الأبو يوسف الطيني هذا تفسير الآلوسي ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. هذه بضاعتنا ردت إلينا، جملة مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته، كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلا من حيث لا ندري. يلا الآن تفضل. الله أكبر، الله أكبر. خلصت. يلا تشيع تشيع حسام تشيع، وانا عندي لك عندك واحده ثانيه تشيع. يلا يلا تشيع يلا تشيع. طيب هل نجيب ازاي بالله عليك لما واحد يدخل والثاني يا عم؟ خذ الاجابه، خذ الاجابه. الاخ ابو يوسف قال لك هذا مدح، قلت له اعطيني من قول علمائي او علمائك انهم قالوا انها مدح. قال لي وانت ما عندك انها ذم؟ انا قلت له الايه توضح تمام أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليه. الكلام واضح في الآية وهذا ظاهر الآية. إيش يعني ما نبغي؟ إيش يعني ما نبغي؟ وضح ما نريد، ما نبغي هذه يا حبيبي. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت. إيش يعني؟ إيش يعني؟ إيش يعني ما نبغي؟ ما كنا نريد. كانوا يا أخي يكتالون يبدلون يا أستاذ. كان يبدلون يا أستاذ، يأخذوا شيء يبدلون ويأخذوا مكانه شيء آخر. ولكن انت ما نبغي بال ايوه ما يبغوا يا اخي. بضاعتهم ردت اليهم. لحظه واما لحظه واما قوله انا جاوبك، انا جاوبك. اسمع طيب. واما قوله ما نبغي اخونا حسام انا ادنفع. واما قوله اسمع ما نبغي، فماذا يقول؟ سووا ميوت اخوان. ما اذا فسر البغي بمعنى الطلب كما ذهب اليه جماعه فما يحتمل أن تكون استفهامية منصوبة المحل على أنها مفعول مقدم لنبغي. فالمعنى ماذا نطلب ما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره والمراجعة إليه في الحواجب في الحواج. وكانوا أخبروه بذلك على ما روي أنه قال عليه السلام إنا قد قدمنا على خير رجل. الله أكبر، الله أكبر. خذ البوم يا حج وعد. يقول لك يا حج وعد فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. والحج وعد يقول لك كان كريم منع منا الكيل. يا رجل كيف منع الكيل؟ افهم افهم. اسمع اسمع علماءك، اسمع اسمع علماءك، اسمع. انا باخذ كلمتين. لا 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 اصبر خليني اراويك شنو منع من الكيل. شوف والله يا رجل شوف معنى قول الله تبارك وتعالى في قوله منع منا الكيل. قوله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل لأنه قال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. يعني رجعتكم الثانية إذا ما جئتوني بأخيكم لا كيل لكم عندي. لاحظ وأخبروه
بما كان من أمرهم وإكرامهم إياه، وإن شمعون مرتهن حتى يعلم صدقه، فأرسل معنا أخانا نقتل. إكرامه وما أعطاهم المنع في المرة، منع الكيل منا، يعني إذا رجعنا وما أتينا بأخانا لن يكيل لنا مرة. هذا المعنى. وأما في ذهابهم هذا أسمع على القطع، على القطع. حينما تأتون إلي مرة أخرى خليني أكمل لكم وأنتم خليني أكمل. اتركني أكمل يا رجل، يا رجل اتركني أكمل. أما في ذهابهم وهذه البضاعة فهو اسمع 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 في ذهابهم اسمع يا رجل اسمع اسمع والله العظيم انت خايف. انا داخل على فيديو علي وبعدين خايف، خايف من الكلام، خايف من الكلام يا حسام والله العظيم انت تخاف ما تريد تسمع. في هذه الذهاب، في هذا الذهاب حينما رد البضاعة اليهم ها اكرمهم، ولكن قال لهم اذا رجعتم مرة ثانية ولم تأتوني بأخيكم فلا كيل لكم عندي. يعني هذه البضاعة التي أتوا بها ماذا فعل؟ التي ردها رد البضاعة لهم وأكرمهم فوقها، أعطاهم فوقها ليرجعوا ثانية. سيدنا هو قال ونزداد كيل بعير، هو قال ونزداد نزداد فوق هذا نزداد كيل بعير. تفسير السعدي السلفي أيضا. حجوات اسمح لي مولاي أبو مصطفى، اسمح لي أسمح لك نشوف الرازي شو يقول حتى يكمل الأخ. يعني التفتوا إلى عبارة سيذكرها الرازي عجيبة غريبة في تفسير هذه الآية. طبعا فيه وجوه، الآن سيتطرق لكم وجه إلى وجهين. لاحظ القول الأول أن هالنا في مولم، وعلى هذا التقدير ففيه وجوه. التفتوا على ما نبغي، أولا أنهم كانوا قد وصفوا يوسف بالكرم واللطف، وقالوا إن قدمنا على رجل في غاية الكرم، أنزلنا، التفتوا أنزلنا وأكرمنا كرامة، لو كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك. لو كان رجل من آل يعقوب ما فعل ذلك. فقولهم التفتوا ما نبغي أي بهذا الوصف الذي ذكرناه كذب أبدا ولا ذكر شيء لم يكن. هذا الوجه الثاني التفتوا أنه بلغ العفو، أنه بالغ في الإكرام إلى غاية ما وراءها شيء آخر. شيخنا شيخ علي الدور، شيخ علي الدور شوف أنا أريد أبو يوسف يكبر، يقول وجملة ونزداد كيل بعير زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم، لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير. سبحان الله، الله أكبر. هذا الآن لما هم يزدادون يا أخ حسام، لما هم يزدادون يقول لك إذا حرصنا حجي. هذا السعدي يقول ردت علينا بضاعتنا على الوجه الحسن. هذا 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 التفسير السعدي السلفي، هذا تفسير السعدي يقول أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق. فسلام سلام على كل مستبصر ترك هؤلاء وركب سفينة النجاة. سيدة أهدي لأبو يوسف، أنا ضميت هذا السطر من كلام ابن عاشور ردت ينكرون علي عندما قرأت وجملة ونزداد كيل بعير، ونزداد كيل بعير زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لأن في سلامته فائدة. يقول وين الفضيلة؟ في سلامته فائدة لهم بإزدياد كيل كيل بعير، لأن يوسف عليه اسمع أبو يوسف، أبو يوسف اسمع يوسف، لأن يوسف عليه السلام لا يعطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام، فإذا كان أخوهم يعني بضاعتهم إذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الأخوة، وبهذا تظهر المناسبة في هذه الجملة والتي كانت بالجملة من قبلها. يعني إذا جاءوا
بيوسف عليه السلام فيزداد الحمل ويزداد الخير، فرد رد البضاعة هي زيادة في الخير وزيادة كما قال ابن عاشور. الله أكبر الله أكبر الله. فنحن أولاد علي، فيوسف عندما يتكلم يتكلم بالدليل والبرهان.